يشكو قطاع الدواجن في نينوى من الإهمال الحكومي، وإذ يعاني أصحاب هذه الحقول من غياب التعويضات وانتشار الأوبئة بين فترة وأخرى. حقول الدواجن في محافظة نينوى بدأت باستعادة عافيتها بعد سنوات من الإهمال، ولكن يواجه قطاع تربية الدواجن الكثير من التحديات التي تسببت في انخفاض مستوى تربية الدواجن في الآونة الأخيرة. واقع الدواجن محافظة نينوى عموما وسهل نينوى وخاصة مزري إلى أبعد الحدود، لذلك إحنا أكثرنا راح نوقف الشغل لأنه لا أكو علف زين، لا أكو أفراغ زينة، لا أكو أدوية تعتمد عليها، لا أكو لقاحات. بالمناسبة لقاحات جدا ضرورية، ماكو سيطرة نوعية على اللقاحات حتى تعرف هذا اللقاح زين لو مو زين. وشكى مربو الدواجن في نينوى من انعدام الدعم الحكومي لهم، وخاصة فيما يتعلق بالأعلاف واللقاحات والخدمات البيطرية، مع استمرار تسجيل الأوبئة بين فترة وأخرى، وكذلك عدم دفع التعويضات لهم بعد قيام عصابات داعش في وقتها بحرق وتدمير وسرقة الحقول. نناشد الحكومة المركزية ومن خلال دائرة التعويضات التعويض وتسريع التعويضات لترميم وتعويض القاعات لممارسة عملهم بالشكل الصحيح. لقينا هاي المشاريع كلها مدمرة، لأي دعم ماكو من الحكومة المحلية لحد الآن، كن سوينا المعاملات ولحد الآن ماكو. من 2020 قدمنا المعاملات ولحد الآن. خطر كبير يهدد تربية الدواجن في نينوى بسبب تدهور أوضاع الفلاحين وعدم استطاعتهم مواصلة عملهم لما تعرضوا له من خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ووفرة المستورد، مما يدفعهم إلى ترك الحقول. تربية الدواجن تحتاج الكثير من الطاقة والصبر، ولطالما تعرض العاملون فيها لخسائر مالية كبيرة بعد فترة من العمل الشاق. في قناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل.